يعني مو كل مساعد فقط واجبه كلاسيك يقعد يقول للمدرب راح اسوي هيك وسوي هيك. ما لاحظنا هذا الامر موجود. فريق الان موجودين مساعدين لكنه على مستوى المساعدين العراقيين بس احمد خلف. زين اسالك سؤال، كاتانيتش هسه دار وجهه راح بطل زعل. زين زعل ودار وجهه. زين احمد قادر على قياده المنتخب؟ المفروض انا اسالك قادر على قياده. انا اعتقد احمد وحده غير قادر، يا لازم اكو مجموعه مدربين موجودين حتى لو ما يقعدون على المستوى فوق، حتى او حتى من لا سامح الله يصير اي ارباك ابتعاد المدرب يقودون المنتخب الوطني يكملون المشوار. احنا ما نريد نرجع لورا. هي اساس بعض الاحيان احنا اساس هاي الفكره وجود احمد احنا خلف اليوم حتى هو يكمل المشوار. غير اعتقد ليس وجود احمد، لا مو هاي ها. وجود احمد خلف يعني احمد اخونا ويستحق مدرب، يعني احنا هذا دور للمدرب الشاب. لكن وجود احمد خلف بالكادر التدريبي اعتقد صفقه، مو وجوده يعني من صفقة. الناحيه يعني توصيه معينه وخلت احمد خلف. احنا بنريد لا مو احنا نعرف الصفقه مقابل شيء، لازم انت هنا لازم اي لازم اكو امور بعض يعني اكو رد جميل مثلا يكون ليس طعم باحمد. شوف اكو فرق يعني هسه نفهمها وبعدين نبرر ليس طعم بس ارجع حتى ما اريد ندخل منو اركان هذه الصفقه، اركان المثلث احد اعضاء الاتحاد. لا شوف خلي اترك هذا الموضوع. اختيار احمد اختيار احمد وحده كمساعد مدرب وسط اجانب هذا مو صحيح. مو صحيح، لازم انا اختار لي اقلها مدربين اثنينهم على مستوى او ثلاث واحد حتى يكونون ثلاث واحد عمره شويه واصل عمر يعني بحيث عده خبره واحمد ومدرب ثالث حتى لو صار اي قضيه انا عندي ناس تقود المنتخب الوطني.